I did actually experience bombings in like where I reside in Kharkiv, though at a far distance, but we could feel the effects when the bomb goes off and the ground is shaking. We had a lot of problem with evacuating from Ukraine to the neighboring country, that is Romania, because there was a lot of distress in the situation, and there were many people on the queue, so we had to line up for a pretty long amount of time, almost 2 days, I should say. We stayed there on the queue, and in that kind of cold, it was a distressing situation. احنا تسميهم مزهرين على الاخر بارابور على اللي مازالوا غادي كمحصورين وكما قلت يعني في الصباح للتلفزة راهو يعني سي غراس ا نو لي جون اللي موجودين غادي اللي nous avons réussi à transmettre l'information à travers les réseaux sociaux فيسبوك ولا انستغرام ولا حكي كما كي لحظه بلحظه احنا اللي خدمنا براتيكمون 90% من لوبيراسيون كامله قمنا بالاتصالات اللازمة. دخلوا أول بلاد لي على حدود خاركوف، بالحق المدينة تخربت تدمرت، ضربوا حتى معناها البلايص لي زابارتمون العمارات الكبار كذا معناها صار فيهم وصلهم الضرب اللي هما مثلا طيارة تطيح تضرب فيها عمارة كذا فما حتى صوارخ فما احنا نشوفوا معناها بويسكو غادي على الانفورماسيون نوعا ما أكثر خاطر اون كونتاكت ديريكت باللي ميديا وكله فما دي جروبات في التليجرام وكل شيء نتبعوا بهم في الأخبار فما حتى صوارخ طاحت معناها في ديار وكل صحيح ما تقمبلت صحيح ما كذا أما فما حتى صوارخ تقمبلت معناها وفما عباد من الأوكران صارت لهم مشاكل الحقيقة ما فماش نومبر ما قالوش ما ديكلاريوش على العباد ماتت معناها من المواطنين من الأوكران أبار الجيش معناها توا قاعدين نشوفوا مع جماعتنا اللي محيين في كييف في سومي حتى هذوكم اللي توا الورق تاعتهم حرجة على الاخر قاعدين نشوفوا زاد في جماعه بولونيا على التحدي نتاعهم على ميديكا وحدين غاديكا معنا حتى خبر عليهم سينو فما المعبر نتاع كراكوفيتس على تاعبين ستريسي على اعصابهم ميم لي بارون كانوا فيها على اعصابهم دونك ماذا بينا كان هو تفرقة تحرك هي توا ميم سي فماش السفير معني عندنا ثلاثه نساء قامت بالاعمال قاعدين يتحركوا بارك الله فيهم اما ماذا بينا اكثر ضغط على